بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن. في حضرة جلالك يطيب الجلوس، مهذب أمامك يكون الكلام. باسمك أغني وتغني السواقي وخيوط الطواقي وسلام التلاقي وفرح اللقاء. التحية لك وطني والتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. من بين فجاج هذه الأرض يمر نهر عطبرة وستد، ينحدران من بين هذه الصخور والرمال ليشكلا عوالم من الخضرة والجمال. حولهما كانت حياة الناس وما زالت، حياة كان لها ماضي بحكاياته. الكوبري ريحنا راحة كاملة خلاص، لأنه بس زعفنا القضارف طوالي قوام قوام، كان نزور مريض، كان نزور تعبان كده، يعني كل حاجة بديها راحة كاملة خلاص. لكنهم الآن يستشرفون أملا ووعدا جديدا. نحسب ربنا سبحانه وتعالى انه أرادنا خير، انه يجمعنا مع كل المكونات الموجوده بهذه القريه بمختلف القبائل، ودي واحده من الرحمانيه اننا نتلاقى في قبائل عده وفي سحنات عده وفي مكونات عده في بوتقه كبيره زي دي فيها قرابه 4500 اسره. مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتي الحلم الذي أتى. ولاية القضارف تحتفي بمشروعات الكهرباء والمياه بها على طريق تعزيز الخدمات التنموية نحو تنمية شاملة مستدامة. دشن السيد والي ولاية القضارف المهندس مرغني صالح سيد أحمد وبحضور العديد من الشخصيات القومية مشروعات المياه والكهرباء، والتي يقيم احتفالها متزامنا مع زيارة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكر حسن صالح. وتضم حزمة المشروعات الخدمية والتنموية مشروع شبكة مياه القضارف، والتي جاءت كإحدى ثمار ومخرجات مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت، واستعدادا لمواسم مستقرة من الإمداد المائي لسكان القضارف المدينة والولاية، وكذلك شبكة كهرباء الولاية الداخلية، والتي تم تهيئتها هي الأخرى للاستفادة من إنتاج كهرباء مشروع مجمع السدين. وتتعدد ثمار هذا المشروع الكبير نماء وعطاء وإنجازا غير مسبوق، يمضي بخطى التنمية الاجتماعية قدما نحو غايات كبيرة لتنمية شاملة ومستدامة. الدمازين تحتضن فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لإدارة التدريب بوحدة تنفيذ السدود ضمن البرنامج التدريبي للعام 2016. أقامت إدارة التدريب بوحدة تنفيذ السدود دورة تدريبية متقدمة في تطوير العمل الإداري لمنسوبي الوحدة على امتداد مشروعاتها الجغرافية المختلفة، حيث أقيمت هذه الدورة بمدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق. وتعد الدورة الثالثة من نوعها ضمن جهود الانفتاح نحو آفاق وحاجات تدريبية جديدة وذات شمول وتميز. وتنهض فلسفة التدريب لدى الوحدة على ضرورة صقل وتطوير القدرات والمهارات الإدارية للكادر العامل بها باستخدام الطرق التدريبية والإدارية الحديثة، وصولا إلى مستويات عالية من الكفاءة والأداء الجيد لمقابلة تحديات إنجاز المشروعات والبرامج التي تطلع بها في مجالات الكهرباء والسدود والمياه، والتي تعد عطاء خالصا على دروب المسيرة القصيدة التي تحفها أحلام الانتماء والإنجاز لرفعة أهل السودان.
دورة تطوير العمل الإداري. الحمد لله سبحانه وتعالى أنه تمت الدورة بنجاح، والحمد لله سبحانه وتعالى أنه استفدنا منها استفادة قصوى وكللت بالنجاح، واستفدنا منها في كل المناحي، تطوير العمل الإداري وكسب الوقت، كيف تعمل الخطة بنجاح، تخطط لعملك الإداري بنجاح، تتخذ القرار وتنفذه بالطريقة السليمة. الحمد لله سبحانه وتعالى نتمنى أنه كل الدورات تكون بهذا النهج، ونشكر في هذا المقام إدارة التدريب بوحدة تنفيذ السدود. نشكر كل الناس اللي كانت قائمة على أمر هذه الدورة في وحدة تنفيذ السدود إدارة التدريب، ونشكر كذلك إدارة المدينة السكنية على استقبالها، على ضيافتها، على حسن خدماتها، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الأمر. الدورة في تطوير العمل الإداري دورة كانت ناجحة جدا بكل المقاييس، يعني ما شاء الله، يعني كانت ملمة بكل الأعمال المهمة والحاجات المهمة المفروض إحنا نتعلمها في تطوير العمل الإداري. وجزاهم الله خير، ناس التدريب بجد يعني وفر لنا كادر مهم ومتعلم ومثقف وملم بكل الجوانب الثقافية والعملية والإدارية، وبجد كان يعني كورس ناجح بكل المقاييس، بدليل إنه أنا والله أول مرة أحس إنه أنا خرجت من دورة في تغيير سلوكي وتغيير عقلي، يعني حاجة كده يعني في نمط بتاع التغيير في الدورة دي. يعني النائب الأول لرئيس الجمهورية فخامة الفريق أول ركن بكري حسن صالح يزور موقع العمل في مشروع مجمع سدي عالي نهر عدبرة وسيتيت، ويقف على تفاصيل مشارف الاكتمال. ومشروع إنشاء مجمع سدي عالي عدبرة وسيتيت يمضي نحو خواتيم اكتماله. مؤسسة رئاسة الجمهورية توالي متابعتها المستمرة ووقوفها على مجريات العمل، حيث شرف السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق والركن بكري حسن صالح المشروع بزيارة تفقدية طاف خلالها على مختلف مكوناته، وتعرف كذلك على حزمة المشروعات المرتبطة به في مجالات المياه وإنتاج الكهرباء وموقف التنفيذ في جسم السد ومحطة التوليد. شرفنا اليوم بزيارة فخامة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية في أول زيارة له لموقع سدي على عدبرة وسيتيت ومأخذ مياه القضارف والخط الناقل للمياه إلى مدينة القضارف، وقد اطلع سيادته على سير العمل، والحمد لله الأمور تسير على ما هو إن شاء الله مخطط. السد اكتمل الآن بنسبة 99%، ومحطة الكهرباء كذلك العمل فيها يسير على خير، وإن شاء الله قبل نهاية هذا العام تدخل الوحدة الأولى وتتبعها الوحدات الثلاثة الأخرى تباعا بنهاية الربع الأول من العام القادم. أما مشروع مياه القضارف الحمد لله كذلك وقف على سير العمل التنفيذي على أرض الواقع فيه، وإن شاء الله العزم والتخطيط يسير على أن ننتهي إن شاء الله نفرغ من العمل في هذا المشروع الهام بنهاية هذا العام. وفي يعني أطلعناه بالتفصيل في اجتماع لاحق على كافة ما تم في إعادة توطين المتأثرين وتفاصيل استحقاقاتهم وما تم من عمل تجاههم، إلى جانب الأعمال الكبيرة الماشية في تفاصيل السد وتمويله وإجراءاته وكل ما يتعلق بمياه القضارف ومواءمته مع ما يجري من عمل تم تدشينه أمس في داخل مدينة القضارف، إلى جانب إطلاعه على وضع الحفائر وحصاد المياه وزيرو عطش وكهرباء ولاية القضارف ضمن مشروع كهرباء شرق السودان. والحمد لله كانت التفاصيل كلها موفقة والعمل يسير إن شاء الله على خير. زيارة منسوبي البنك الزراعي بالقضارف لمشروع مجمع سدي أعالي نهر عدبرة وسيتيت وصلا لجوانب العطاء لشركاء التنمية الزراعية بالولاية والمخرجات الزراعية المرتجاة للمجمع. زار منصوب البنك الزراعي السوداني بولاية القضارف مشروع مجمع سدي عالي عدبرة وسيتيت، حيث طافوا على مكوناته المختلفة والتي تضم جسم السد وبواباته ومحطة التوليد ومأخذ مياه القضارف إلى جانب امتداد بحيرة مجمع السدين،
وأتعرفوا على ما ينتجه المشروع من ري مستدام للأراضي الزراعية بالمنطقة وكذلك الاستزراع السمكي فيها، إلى جانب إعادة تنظيم وتطوير الموارد الزراعية الواعدة بالمنطقة ضمن أسس جديدة تعلي قيمة الإنتاج الجيد والوفير من مختلف المزروعات بالولاية. والواقع أن إضافة قدرات وإمكانيات زراعية هائلة لولاية القضارف من خلال هذا المشروع إلى جانب إمكانياتها الزراعية المعروفة يشكل قفزة زراعية هائلة تنتج ضمن ما تتيحه من تنمية زراعية واجتماعية واقتصادية تغير بمشيئة الله ملامح الولاية بل السودان أجمع في قادم الأيام والأعوام. أنا سعيدة بزيارة هذا السد، هذا الصرح العظيم، هذا الإنتاج وهذا الإنجاز العظيم اللي بيحكي أو بيزيل معاناة القضارف وما حولها من العطش وبيزيل معاناة أهل بور سودان وما حولها. والله يا جماعة الماء زي ما قالوا هو أساس الحياة، وجعلنا من الماء، ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. اولا نشكر اداره سدي نهر سيتيت وقطبره، نحن منسوبي البنك الزراعي والدارسين في دوره التكافل والسلامه المهنيه قمنا اليوم بزياره سد سيتيت وقطبره، ووجدنا كل الاهتمام وحسن الاستقبال والضيافه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل حاجه العمل في ميزان حسنات الأخوة العاملين بهذا السد. وبعدين يا أخوانا أن السد يعني حاجة ما شاء الله سبحانه وتعالى يعني حيحل نحن بالذات نصر القضارف من مشكلة العطش والبحيرة السمكية اللي بيقولوها والحاجات الثانية. نحن والله جينا شفنا المواقع والحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يتقبل من أخواننا الذين قاموا بهذا السد والأخوة العاملين، ونشكر المهندس السوداني الذي يعني ما خلى لنا حاجة من الشرح، وشكرا جزيلا. مشاهدينا بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.liu.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.